كان زي ما الكارمن سفيرة ملاوي قالت لنا واحنا قاعدين على الترابيزة إن مصر في أفريقيا مش مصر خارج أفريقيا، فإحنا وإحنا في أفريقيا ونحن نعتز بإن إحنا أفارقة، وإن شاء الله العلاقات المصرية الأفريقية تبقى علاقات وطيدة وتبقى أقوى من كده بكثير، لأن نحن نرغب في التعامل مع أفريقيا من منطلق وين تو وين سيتويشن أو مكسب مشترك بين الاثنين لكي تستمر العلاقة بين مصر وبين أفريقيا. الموضوع مش موضوع تصدير سلعة ما، الموضوع موضوع علاقة قوية، وخاصة العلاقة لو كانت موجودة بين الشعبين، الشعب المصري والشعب الأفريقي على الدول المختلفة. شكرا.